السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي الكريمات، مرحبا بكم في قناة متخضاري. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم بسكوي سهل في تحضير. المكونات ديالو بسيطة، يعني بدون زبدة وبدون بيض. تحضروا الأطفال ديالكم إما يديوه معهم المدرسة يعني، أو هكا تعطيوه لهم في وقت اللوم جاي، يعني حسن من الجاهز بزاف بزاف. في عجبتكم الوصفة ما تنساوش أنكم تابونا في لاشين باش توصل بجديد الوصفات. كذلك ما تنساوش أنكم تدعموني باللايك ديالكم. فعلى بركة الله غادي نحتاجو في المكونات: كأس سكر ما يعادل 160 غرام، كأس زيت، وكأس حليب، يعني أنا عبرت هنايا بكأس العنبة، ثلاث المكونات بثلاثة بنفس الكأس، واحد بيكين باودر، وواحد سكر فانيلا، جوج ملاعق من الكاكاو المر، ممكن يعني تضيف ديروا الكاكاو الحلو كيبقى اختياري، وقبصة من الملح، والدقيق الكافي لجمع الخليط. فعلى بركة الله غادي نضعو السكر الزيت، يعني غادي تحضروه في دقائق فقط، حليب، يعني الحليب فقط يكون بحرارة الغرفة، الكاكاو، وغادي نبدا نضيف الدقيق شيئا فشيئا. يعني ما تضيفوش الدقيق دفعه واحده حيت العجين ما خصوش يكون يعني خفيف وما يكونش قاصح، خصو يكون رطب. غادي نضيف البيكين باودر، وغادي نزيد القليل من الدقيق، وغادي نخلط. كما قلت لكم العجين كيخصو يبقى ناعم رطب. يعني العجينة رطبة. دابا غادي نجيب واحد جوج ديال البلاستيكات فاش غادي نطلق هاد العجين هذا ونعاودو نطلق. اخواتي من بعد ما يعني شكلتهم على شكل كريات، الكرة وحدة غلفتها في بلاستيكة باش ما تنشفليش، والاخرى غادي نطلقها على هاد الشكل هذا بين المكات. يعني فاش كتصوبوهم ما بين جوج بلاستيكات ما كيسهل عليكم تهزوهم، وفي نفس الوقت ما كتبداوش كل مره كتضيفوا الدقيق فاش كتكونوا كتطلقوهم. يعني الطبسيل ديال الفرن غادي تدهنوه اما بالزيت واما غادي ديروا فيه بابيي كويسون او ورق زبده. على هذا الشكل هذا انا وضعت فيه بابيي كويسون. غادي نجيب واحد المرشم دائري، يعني اما ديروا الكاس او تغطيه ديال الزيت ديال البيدو ديال الزيت اللي بغيتي. وممكن ديروا اي يعني اي طابع عندكم فيه الزواقات من الفوق،
يعني اختيار الطوابع كيبقى ليكم. على هاد الشكل هذا، يعني كيجيونا رقاقين حيت غادي نديرو وحده فوق وحده. من بعد ما سالي التشكيل ديالهم كنجيب فورشيت وكنوضع هكا تقول البسكوي. يعني ملاحظة بالنسبة للناس اللي عندهم السكر البني فيديروه كيجي مقرمش أكثر. يعني أنا ما متواجدش عندي يعني فهاد اللحظة هادي فاستعملت السكر الأبيض. اخواتي فمن بعد ما ساليت الكميه اللي عندي يعني بوضع الثقوب فغادي ندخلها الفرن نشعل عليها على درجه حراره 170 ونعاود نتلاقى. اخواتي فمن بعد ما يعني طاب لي البسكوي كيجينا على هذا الشكل هذا كما كتلاحظوا معايا. فانا هنايا ستفتهم يعني كنشوف وحده اللي غادي تجي مع وحده وكنحطهم هكا وحده 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 كما كتلاحظوا معايا. هنايا انا خديت شوكولا البيضاء تقريبا 100 غرام من الشوكولا البيضاء، ضفت معها ملعقه من الزبده وملعقتين من الحليب باش كيجينا المذاق ديالو يعني بحال نيسلي كيجي يعني نفس المذاق اللي كاين في اوريو. فعلى بركه الله غادي نبدا بهذا الشكل هذا نصوب بشكل حلزوني. يعني الشكلات كتصوبوا الكميه اللي بغيتي وبغيتي تعمروهم ولا تصوبوا لهم دهنه خفيفه، كذلك ممكن انكم تدهنوهم غير بالملعقه واختيار كيبقى لكم. يعني غير الطريقة هادي كيجيو مستفين. كما كتلاحظوا معايا غادي نجيب على هاد الشكل هذا، يعني ديجا كتكون ستفتي الوحدة اللي غادي تجي مع وحدة فقط كدير وحدها وكتضربو بهذا الشكل هذا. يعني بهذه الطريقه هذه الشكلات كاع ما كيسيحناش على الجوانب كيجيونا الحبات ديالنا مقادين على هذا الشكل هذا كما كتلاحظوا معايا. يعني صراحه كيجي هائل، انا متاكده انكم فاش غادي تجربوه ما غاديش تستغناو عليه. يعني هكا كتخليوه كيبرد واحد شويه حتى يعني كيلصق بالشكلاط وكتبداو تعطيوه للاطفال ديالكم يعني في الكوتي ولا يديوهم في يعني المدرسه يديروا بهم اللمجه ديالهم. كتجي هائله، يعني ما فيه لا مواد حافظه لا مواد يعني مصنعه، كلشي حضرتيه بيديكم في المنزل. كما كتلاحظوا فاش كتصوبوا بالبلاستيكه كيجيكم الشوكولا مقاد كاع ما كيسيح لكمش على الجوانب.
على هذا الشكل هذا، يعني ها هو دا راه بدا كيتماسك. غادي نخليه فقط واحد يعني واحد جوج ديال الدقائق هكا، خليوه غير فوق سطح العمل بلا ما تدخلوه للثلاجة، غادي يجمد لكم. اخواتي فالبسكوي ديالنا كيجينا على هذا الشكل هذا كما كتلاحظوا معايا. كيجي هائل صراحة في المذاق، كيجي روعة. نتمنى انكم تجربوه وينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش انكم تابونا ما تنساوش انكم تابونوا في لاشين باش توصلوا بجديد الوصفات. كذلك ما تنساوش انكم تدعموني باللايك ديالكم. ونهاية الوصفة، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.